حان الوقت للإعلان عن الأفضل، أحد عشر فناً من فنون أمتعتنا عندما تضافرت وكونت وشكلت لنا أفلاماً كانت جميلة في صورتها ومعبرة برسالتها، وحان الوقت لتكريم الأفضل منها حسب رأي لجنة تحكيم هذا الموسم. ويتفضل سعادة الشيخ الدكتور حمد الغماس رئيس مجلس إدارة شبكة المجد لتسليم هذه الجوائز. حياك الله. إن شاء الله بنخف شوي. الله يسعدك يا رب. البداية مع جائزة أفضل إخراج. الأفلام المرشحة لجائزة أفضل إخراج في هذا الموسم: فيلم الدمى، وفيلم أزيز، وفيلم لبس. أما الفيلم الفائز بهذه الجائزة القيمة التقديرية في هذا الموسم فهو فيلم أزيز. يا مرحبا عبد الله أبو صاع، ونعم جاءنا من الأردن خصيصا لاستلام هذه الجائزة، وشركتك في صناعة هذا الفيلم شيماء الدبس، شكرا جزيلا لك، شرفتنا وانستنا، يا اهلا وسهلا. لا بنكمل، جزاك الله. الجائزة الثانية من جوائز الأفضل جائزة أفضل مونتاج. الثلاث أفلام المرشحة لجائزة أفضل مونتاج في هذا الموسم: فيلم لبس، وفيلم 24 ساعة فقط. هكذا كان رأي لجنة التحكيم، لكن الفيلم الفائز بجائزة أفضل مونتاج لهذا الموسم فهو فيلم أربعة وعشرين ساعة. حياك الله الأستاذ حمدي منصور، ونعم والله تشرفنا بك، الله يبارك فيك، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. طبعاً فيلم أبهر لجنة التحكيم بالتكنيك وبالتصوير وبالأكشن اللي فيه، مع أنه جاي من اليمن، أو خلني أقول لأنه جاءنا من اليمن، شكراً جزيلاً. الجائزة الثالثة من جوائز الأفضل هي جائزة أفضل إنتاج، والأفلام المرشحة لها هي فيلم صورة، وفيلم البنت اللي في الأتوبيس، وفيلم الزوجة الثانية. لكن الفيلم الذي اختارته اللجنة للفوز بجائزة أفضل إنتاج في الموسم الرابع من مواسم الشاشة لك هو فيلم صورة. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا وسهلا، والحمد لله على السلامة. كريم قدورة ممثل الحسام أبو دان، يا أهلا وسهلا. من وين؟ من فلسطين، ما شاء الله ما شاء الله، يا أهلا وسهلا. بالمناسبة فلسطين كانت نجمة كبيرة بل قمرا في هذا الموسم من مواسم الشاشة لك، حيث حظيت مشاركات فلسطين عددا وكيفا بالتقدير الكبير. الجائزة الرابعة من جوائز الأفضل في هذا الموسم هي جائزة أفضل سيناريو. والأفلام الثلاثة المرشحة لهذه الجائزة هي فيلم يوم راحة، وفيلم مشروع هلاك، وفيلم لبس. لكن الفيلم الذي فاز بهذه الجائزة جائزة أفضل سيناريو كان فيلم لبس. ما شاء الله،
الشجرة الشجرة الشجرة. إلى الآن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من فريق لبس، وكان دورك فيه؟ أنا مصور لكن جاي من طرف الشباب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبروك لك ولفريقك. شكرا جزيلا. الفيلم طبعا اللي هيفوز بجائزة أفضل وتصوير وإضاءة، أو خلنا نقول جائزة أفضل وتصوير وإضاءة، رشحت لها الأفلام الثلاثة التالية: فيلم صورة، فيلم وسيم، وفيلم الأطفال يكرهون إنستغرام. لكن الفيلم الذي حاز هذه الجائزة، جائزة أفضل تصوير وإضاءة اللي هي السينماتوغرافي، كان فيلم وسيم. طيب وسيم، أنا هستلم الجائزة نيابة عنها المبدعة جنان العبد المحسن. تستاهل. الله يجزاك خير. شكرا شكرا. شيخنا الله يحييك مرة ثالثة، باقي 5 مرات بس يا شيخ. طبعا لا أحد يعني في هذا المكان يمكنه تسليم مثل هذه الجوائز الكبيرة أعلى قدرا منك، والجميع ذو قدر عال، فالشباب يعني حابين أنهم يستلموا هذه الجوائز من يدك مباشرة. الله يبارك فيك. نواصل في جوائز الأفضل، وجائزة أفضل صوت رشح لها في هذا الموسم الأفلام التالية: فيلم بين النور والظلام، وفيلم لبس، وفيلم صورة. لكن الفيلم الذي فاز بجائزة أفضل، هذه صوت ولا جائزة أفضل إيش؟ أفضل صوت هو هو فيلم لبس. ما شاء الله ما شاء الله. لا لا ما شاء الله 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 ما شاء الله. الشيخ يقول بركة القرآن. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. طبعا بالتأكيد القرآن مبارك، وكذلك كل القيم التي شاركت معنا وتوصل رسالة قيمة هي قيم مباركة. وبنشوف الجائزة التالية من يستحقها، وهي جائزة أفضل مؤثرات بصرية. جائزة أفضل مؤثرات بصرية أو فيجوال إفكتس رشح لها فيلم حلم متنمر، وفيلم ثلث، وفيلم شيطان. أما الفيلم الفائز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية فيجوال إفكتس لهذا الموسم من مواسم الشاشة لك، فهو فيلم شيطان. جاينا من الكويت. ما شاء الله الأخ مشعل رملي جانا من الكويت، أنعم وأكرم ما شاء الله. شكرا جزيلا لك. يا هلا والله وسهلا. إلى جائزة أفضل تمثيل، وكانت الأفلام المرشحة لهذه الجائزة بممثليها هي: فيلم التصنع، وفيلم حلم متنمر، وفيلم متهم بريء بهذه الطفلة الجميلة. لكن الفيلم الفائز بجائزة أفضل ممثل أو أفضل تمثيل في هذا الموسم والذي اختارته اللجنة هو فيلم التصنع. ساعة
سالم بارمادة يعتذر طبعاً عن الحضور، يعني أظن زحمة الرياض في هذه الوقت في هذه الأوقات عاقت وصوله، لكنه إن شاء الله سيكون معنا موجود في خلال هذه الليلة. إلى فيلم الفائز بجائزة أفضل تقنيات وأساليب مبتكرة، وهذه جائزة مبتكرة من جوائز هذا الموسم من مواسم الشاشة لك. والفائز بهذه الجائزة بعد أن نشاهد هذه الترشيحات الأفلام المرشحة لهذه الجائزة هي كومة كلام، شيطان، وفيلم صوت. لكن الفيلم الفائز بجائزة أفضل تقنيات وأساليب مبتكرة في هذا الموسم من مواسم الشاشة لك هو فيلم شيطان. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. جيت من الكويت يعني تستاهل. يا أهلا وسهلا، أعاذنا الله وإياك من الشيطان الرجيم. الجائزة العاشرة من جوائز الأفضل هي جائزة أفضل أزياء، وقد رشحت لها الأفلام التالية: فيلم سر الصندوق، وفيلم أفحكم الجاهلية. أما الفيلم الفائز بجائزة أفضل أزياء من بين هذين الفيلمين فهو فيلم أفحكم الجاهلية. ويستلم هذه الجائزة نيابة عن منتجه وصانعه نجوان زودة الزميل مفرح المالكي. آخر الأفلام في جائزة الأفضل الفائزة بهذه الجائزة أفضل رسوم متحركة، والجائزة هذه رشحت لها الأفلام الثلاثة التالية. طبعاً هما فيلمين شارك معنا برسوم متحركة: حروف، وبين النور والظلام. وبين هذين الفيلمين اختارت لجنة التحكيم أن تذهب جائزة أفضل رسوم متحركة إلى فيلم حروف. عبد العزيز صانعه ومحركه وكاتبه وكل شيء فيه عبد العزيز الحكمي من مكة المكرمة. ما شاء الله، يا أهلا وسهلا، شكرا شكرا.